بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، امين. احبائي مشاهدي لوجوس تي في وشركائنا في هذه الخدمه الكرازيه والتعليميه، احنا لغايه دلوقتي ما عندناش مبنى خاص للوجوس تي في، للاستوديو او مبنى اداري. بنعمه ربنا اتوفقنا ان احنا نفتح اسكرو على قطعه ارض عليها مبنى صغير حوالي نص فدان. فبنترجى ونطلب من كل مشاهدي لوجوس تي في رجاء محبه انكم تساهموا وتعضدوا هذا المشروع اللي هيكون سبب بركه وامتداد لهذه الخدمه، واحنا كل هدفنا أن تصل كرازة الإنجيل إلى كل المسكونة. ربنا يبارك في عطاياكم. محتاجين 380,000 دولار عشان نقدر نقفل الإسكرو. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.